احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا من علي، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام ما كنت طالب في الاعداديه في الدالي انا، ونقلت هنا من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجاه. بس لما تشتري مزرعه الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجاه. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في قنا. كان حقك تسال الاول انا ليه عشت موحود في سوهاج الفتره دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. انا اتولدت يتيم، الطار كنس عيلتي كلها، ما خلاش فيها ولا نفر الا خالي. الله يرحمك يا خالي، وقال لي ان احنا كنا اغنياء وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. ليها حكاية فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك أهلي وناسي ما لهمش ذكرى عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن إليه، هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال لي انه مش اخ امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الدارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف اصلي وفصلي، الخوف لا انقتل، هنقتل على قد ناس ما عرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، ويا ريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الاداره. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجايز أموت برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سوهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا أخوي، ربنا يكرمك. تعالي مسكتك مسكتك يا بنت حسان مسكتك. حسان كده حاف من غير سيدنا؟ ان كان علي انا عايز اقول له يا سيدي، عايز اقول له يا تاج راسي، عايز اقول له يا سيدي النجع كله، لكن اعمل ايه؟ عمي وابوي لو سمعوني هيقتلوني. هو ابوك كده طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق ابدا، هو لولا ابوي كنا عشنا في الامن اللي احنا فيه هدي. هو
وهو لولا بوي ما وافق وحط يده في يد ابوكي كان حصل حاجه في النجا. طول ما انت بتقول ابوي وانا بقول ابوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناجر ونجير عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمه خلينا نمشي. صدقيني يا نسمه انا ابويا طيب لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمه. والله العظيم حرام، انا ابويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيله والتانيه، وانت عارف الكلام ده. عارف عارف يا نسمه، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه بيقول له لو وقوفك قدام عيله حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكره يا ابو الافكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان، والعيلتين يقوموا على بعض واكيد عيله من الاثنين هتفنى. انا فكرت خلاص وصدرت عمي وهي فاتحه ابوك في المجلس، وطبعا عمي وافق عشان اكيد ابوك هيرفض. اكيد هيرفض وتيجي على راسي. هتيجي لمصلحتنا يا عبيطه. قولي لي ليه؟ ليه؟ لانك لما تبقي محجوزه لي محدش في النجع لا من قريبنا ولا من قريبكم هيقدر يتقدم لك بعد كده، فهمتي؟ بعد عني. ايه مفيش ولا لمسه قبل الجواز. بت تعالي بت لا تعالي لا تعالي تعالي يا نسمة تعالي تعالي. كلنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة، يعني ما فيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. تقصد ايه يا ريس دياب؟ وانا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعره يا سنان. لكن اطمن، مناع ولدي البشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. القاعده وطبق الله. بس انا قاعدين يا معلم بنداري. بس يا ريتك يا بنداري قاعد واسطين بوعيك زي زمان. خبر ايه يا راجل؟ هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟ محدش بيتنجر يا دياب، روق المال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم انا حزين لبنداري كديه. ياما قلت له ما يقربش الافيون،